اقول خبر عاجل الان، انتهى مران نادي الاهلي وتوجه اللاعبون او توجهت البعثه او اللاعبون الى فندق الاقامه. خلينا برضو نروح لفندق الاقامه ونطمن على كل الاجراءات وكل شيء من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. يا سياده العميد، الف سلامه اولا. يا كابتن اسلام، ازاي الصحه وسلام حضرتك، ربنا يخليك. يعني الف سلامه وطمنا عليك وطمنا على البعثه. لا الحمد لله، والله الامور مستقره الحمد لله. يمكن احنا كنا عملنا متحف مصر فيها التنسيق ووصلنا هنا، فالمتحف فيها يعني طلعت ايجابي، بس ان شاء الله باذن الله في متحف كمان 72 ساعه ان شاء الله باذن الله تبقى يعني مطمنه. بس انت كنت زي الفل يا سياده العميد. هو لسه زي الفل. سلامك يا سياده العميد. حبيبي يا كابتن علاء، الف سلام عليك. لا انا فل، وهتبقى زي الفل دايما ان شاء الله. يا رب يخليك. وصوته كويس وكل حاجه تمام. هل في اي اعراض يا سياده العميد معاك؟ لا الحمد لله، والله ما فيش اعراض. هو بس المسحه تقريبا بيقولوا فيها نسبه 26 والمفروض تبقى 30 عشان خاطر يبقى انت عندك حريه انت تتحرك يعني. فربنا يكرم دكتور محمد شوقي متابع معانا كويس، واحنا ملتزمين يعني. انت اهم حاجه طبعا. شوف يعني احنا يمكن اول ما وصلنا بصراحه ربنا وخرجنا بره المطار، يعني عشان تشوف قد ايه جمهور النادي الاهلي عظيم والشعب المصري في استقباله عظيم، من اول باب المطار يا كابتن اسلام لغايه الفندق، لو ما طلبنا لغايه الفندق حاجه فعلا تخليك لو انت ايه لازم تنزل تجري ولازم تموت نفسك، وبتتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انت فعلا يعني النادي الاهلي يعمل ولاعيبته تعمل نتيجه يعني عشان خاطر الناس اللي واقفه وعشان خاطر الناس اللي بتدعمهم ان شاء الله باذن الله. يعني اعتقد اتفضل يا فندم. هرجع اقول لك تاني، يعني الواحد بيفتخر اللي هو مصري، الشعب المصري العظيم قوي يا مش عارف كده كويس، كميه تليفونات وكميه ناس بتسال وكميه مصريين هنا عايزه تيجي تقدم. يعني يا جماعه احنا في انا موجود في فندق العزب على فكره، كله عايز يجي عشان خاطر يشوف انت عايز ايه. ده ما بنشوفش في المصريين بس على فكره، يعني ده متهيألي ما بنشوفش في المصريين. فطبعا ربنا يديم علينا نعمه، وربنا بس يقدرنا ان احنا نكون بنقدر نكون عند يعني حط ظنهم وقد المسؤوليه اللي احنا فيها، وبنشكرهم وبنطمنهم كلهم ان شاء الله باذن الله، وربنا ينصر بعثه النادي الاهلي ونشرف مصر باذن الله ان شاء الله. طيب احنا معانا فيديو حصري طبعا لشاشه قناه النادي الاهلي وبرنامج الاهلي في المونديال ده، حصريا طبعا انتهاء مران النادي الاهلي منذ قليل على الهواء، مش على الهواء مباشره ولكن منذ قليل يعني كان انتهاء المران. سيد العميد، برضو تلقيت خبر ايجابيه مسحتك ازاي وسلبيه مسحه كل اللاعبين؟ انت اللي بتتلقى كل الاخبار. لا الحمد لله، يعني ما انت ده شغلنا واحنا متعودين عليه طول عمرنا يعني. بيت شغلنا. هم كلموني الساعه 3 الفجر، فالراجل المسؤول الدكتور بلغني قال لي بس احنا بنعتذر المسحه ايجابيه. قلت له مفيش مشكله، ايه المطلوب دلوقتي؟ قال لك يعني احنا عايزين نبقى في عزل، يعني هنجيب الفندق وهنروح فندق ثاني وطبقا لتعليمات الفيفا او طبقا لتعليمات اللجنه المنظمه يعني. وبتتواصل ازاي بقى مع البعثه يا فندم؟ لا في تليفونات الحمد لله، في تليفونات. الكابتن طبعا كلمني الصبح اطمن عليا، والمهندس خالد مرتجي وطارق قنديل والجرح، لا كل يعني الحمد لله وامين كل البعثه بصراحه الحمد لله رب العالمين يعني. ايوه. ولكن انا اللي عايز ارجع اقوله تاني. اتفضل. يمكن طلبتها من الكابتن وطلبتها من الناس، ما حدش يشغل باله فينا، في مهمه، في ناس كانت مستنيانا اهم من اي ده. احنا بس بتكلم النهارده عشان اطمن الناس الحمد لله الامور كويسه، ولكن في اهم من ده، في مشوار، في بطوله، الناس اللي وقفت مستنيانا اهم مننا كلنا على فكره. الناس اللي وقفت مستنيه دي اللعيبه لازم تبقى عامله حسابها، اللي الناس دي حاجه غاليه قوي. لازم يبقى في اداء مشرف لكل الناس ده، فان شاء الله باذن الله خير يعني. نركز مع فرقتنا ونركز مع فتره الاعداد بتاعتنا لغايه يوم المباراه يوم الخميس ان شاء الله، وربنا هيوفق باذن الله ان شاء الله. يعني جمهور الاهلي في كل حته يا سياده العميد، بالحقيقه يعني من ساعه ما وطأت اقدام لاعبو النادي الاهلي او بعثه النادي الاهلي الى حاجه ما شاء الله قطر، حاجه جميله جدا، والفيديوهات اللي جايه لنا حاجه مفرحه جدا. انت كنت متواجد في وسطهم، قول لنا يعني انا محتاج ان انا اوصل النبض ده للناس هنا. لا بص، هو احساس لا يوصف يعني. انت طبعا انت كابتن اسلام وكابتن علاء وكابتن احمد لعيبه، احساس لا يوصف. وكل ما تبقى بره بلدك وتلاقي ده بقى يعني ده شعبك وده جمهورك واقف مستنيك، ولا يعني اجراءات احترازيه. بص انا بقول لك يعني في ناس موجودين قال لك انتوا جيتوا ولعتوا لنا، يعني انتوا بتولعوا الدنيا. الشارع من البطار لغايه الفندق جمهور النادي الاهلي والشعب المصري، الجاليه المصريه اللي موجوده يعني بترحب بيك وبتحييك، يعني مش عايز اقول الشعور لا يوصف. يعني كانت برضو في لقطه مهمه جدا للكابتن خطيب لما الجمهور نده عليه، راح لهم طبعا وسلم عليهم طبعا
بعيد يعني ما... وفي نفس الوقت قال يعني مهما كلمنا يعني بيبو طبعا يعني هم مستنيين هم بيخرج ربنا يديله الصحه ويحفظه ويحميه. هو دايما يقول لك تفضل ربنا ونعمته علينا يعني ربنا يديم عليه نعمه. ولكن هو قاعد يقول لهم شجعوا النادي الاهلي شجعوا يعني قاعد يشاور لهم حتى على أيوة. الشعار بتاع النادي لو تاخد بالك ويشاور لهم على الفرقه البعثة ككل. ولكن في الاخر يا جماعه ده بيبو يعني ده يعني ده ربنا سبحانه وتعالى وربنا يديم عليه نعمه يا رب ربنا يديم عليه نعمه على رب ان شاء الله باذن الله. فحاجه بقولها لك يعني شعور لا يوصف. ربنا يكرم يا رب يا رب ونقدر ان شاء الله نحقق حاجه والبعثه ترجع فعلا مشرفه مصر ان شاء الله. الفتره اللي جايه هيبقى فيها ايه يا فندم؟ بص هو المفروض انا كنت منسق مع كابتن سعد الجدول كله بالكامل لما ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله بس وارجع لهم. انا طبعا فصلت عن الفندق خالص يعني طبعا فصلت عن الفندق وهم موجودين في فندق تاني. لكن الفتره اللي جايه هو احنا عندنا مواعيد منتظمه زي ما كابتن سعد كده وهيحافظوا على مواعيد التمرين بنفس مواعيد المباراه ان شاء الله باذن الله. وعلى مدار اليوم ان شاء الله هيبقى في مدحه تاني للبعثه كلها يوم الثلاثاء ان شاء الله الاطمئنان عليهم ويستعدوا بقى للمباراه يوم الخميس ان شاء الله باذن الله. يعني الف سلام عليك يا فندم ويعني ان شاء الله نطمن عليك طوال هذه الايام ولما تظهر المسحه الجديده ان شاء الله ان شاء الله تبقى سلبيه. انا بشكرك جدا استاذ العميد على وجودك معنا. شكرا جزيلا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي.